حضرته مظبوط، انا حضرت. طيب الاول خلينا نبدا بقى بالبرامج الانتخابيه. انت عايز اعرف من خلال الاول في برنامج عام طبعا، لكن اكيد انت في فايل انت دارسه، دراستك، خبراتك، فعايز تبدا بيه تحقق معاه طموح معين لنادي الزمالك. مظبوط. احنا زي ما اتعلمنا في علم الاداره ان احنا عايزين النادي يدار بشكل مؤسسي واداري، يعني اداري كما يجب ان يكون، زي ما اتعلمنا في مبادئ الاداره تخطيط تنظيم توجيه رقابه. فان احنا بنشتغل بشكل مؤسسي، ان احنا كل شخص مسؤول مثلا عن ملف لازم يطبق مبادئ الاداره فيه، لازم يوجه الناس، يخطط، ينظم، وفي رقابه عليه، بالتالي هيبقى في نتيجه كويسه. ايه اكتر حاجه عايز تقدمها في المجال ده للاعضاء؟ خلينا نبدا بالشكل الهرمي، وحابب ابدا بالجزئيه اللي تحت بالشباب والناشئين، لان هو ده النشء اللي طالع لنادي الزمالك، ده اللي هيطلع منه اللاعب الكويس، ده اللي هيطلع منه الاداري، ده اللي هيطلع منه كل الاعضاء اللي هتفيد نادي الزمالك فيما بعد. كوادر يعني بالظبط. مستقبليه تعمل لهم ايه بقى؟ هنبدا باذن الله معاهم في نعمل لهم، هنهتم بالناشئين، هنتابع كل مشاكلهم محتاجين ايه بالظبط، هيبقى في متابعه على طول للمدربين. هل انت يعني رحت زرت الناشئين او بتاع وخدت فكره عن ازماتهم ايه حاليا، بحيث لما تيجي تشتغل اذا ربنا ان شاء الله كرمك ان شاء الله. عملنا زياره ميدانيه قعدنا مع الاعضاء وسمعنا منهم مشاكلهم ايه. في ناس كتير اشتكوا ان في ظلم شويه في حته الناشئين، في سنه وساطه، فلازم الموضوع يدرس بشكل كويس، لان الناشئين دول هم دول الجيل الصاعد اللي هيفيدوا نادي الزمالك، هيفيدوا المنتخب، وهيمثلوا مصر فيما بعد، فلازم يبقى التركيز معاهم جدا. وبعدين هنأهلهم بقى، نعمل مثلا مدارس كوره، مدارس للالعاب الصالات بشكل كويس، نعمل لهم تدريبات بعيد بقى عن حته الرياضه، الحته الاجتماعيه، نعمل لهم ندوات تثقيفيه، نعمل معارض للكتاب جوه النادي، ما شفناش ده قبل كده، نعمل انت بتتكلم بشكل تدريبات. عام، انا هنخش بتوسع دلوقتي في افكارك، لكن انت كده اديت زي بريف كده سريع على مظبوط ان احنا نهتم بالشباب والناشئين. تمام. طيب استاذ محمد الصادق، يعني هل انت يعني اساس برنامجك دراستك واللي انت درسته كراجل محامي او لسانس حقوق، بس انت مش محامي دلوقتي؟ لا، مش شغال في المحاماه. لكن دراستك كانت الحقوق، ولا هتدي اكتر في فكره لان انا شايف انت برضو واخد دورات في التحليل الاداء والتحليل الفني. مظبوط. واخد دورات في التحليل شوية. الفني، واخد كمان كورسات في مجال المبيعات عموما بحكم شغلي. المبيعات. مظبوط. المبيعات، المفاوضات، التسويق، كل ده الحمد لله انا. طب ممكن واخد تفيد النادي ازاي بدراساتك او بخبراتك؟ ماشي، خليني دلوقتي اكلمك في الاول عن البرنامج. انا مش عايز اجي على الجانب الرياضي علشان الجانب الاجتماعي او العكس. فانا عندي جزء خاص بالجانب الاجتماعي. الجزء الخاص بالجانب الاجتماعي هو النادي حصل فيه طفره انشائيه كبيره جدا خلال السنين اللي فاتت، نكمل على ده. احنا عايزين نبني فوقه، نحسن مستوى الخدمه، الكلام ده كله. هبدا بده ازاي؟ انا بالنسبه لي اول حاجه حاططها موظفين وعمال النادي. موظفين وعمال النادي، الناس دي لازم تاخد حقها في ميعادها، حاجتها ما تتأخرش. بعد كده ان شاء الله هيبقى في نظر في موضوع المرتبات ان احنا نزوده باذن الله. ليه؟ ده بعد ده هيأدي ان انا العضو اللي بيجي النادي بيحصل على خدمه احسن. الناس دي مبسوطه، الناس دي راضيه، الناس دي واخده فلوسها في ميعادها والكلام ده كله. فهيقدم لي انا كعضو او الساده جميع اعضاء الجمعيه العموميه خدمه احسن، بدل ما انا هروح اخرج في مكان او اقعد في مكان بره الكلام ده كله. لا، انا هاجي النادي بتاعي، النادي اللي انا مشترك فيه، هاجي اقعد احصل على خدمه ممتازه ما تقلش عن اي حاجه بره من المطاعم او الكافيهات الكبيره. لا، انا باخد اكل كويس، خدمه كويسه، امن كويس، كاميرات مراقبه في كل حته، مطمن على ابني او بنتي اللي موجودين في النادي وانا مش موجود، سواء في تدريباتهم، مطمن على حاجتي، مطمن على كل ده. ده اوريدي حاصل فعلا، نبني فوقيه، نحافظ عليه، نطوره. ده بالنسبة للجانب الاجتماعي. كمان حاجة بسيطة في خصوص الجانب الاجتماعي، طبعا سيادة الرئيس عمل مبادرة جميلة جدا اسمها قادرون باختلاف. ده بالنسبة لي بوينت مهم جدا، الاهتمام بذوي القدرات الخاصة.
في جميع المجالات وفي مجال جميع الرياضات. لازم نهتم بالناس دي يا جماعه، الناس دي بتحقق حاجات كويسه جدا على المستوى البارالمبي الرياضي داخل النادي. طبعا طبعا طبعا، اولها قطاع ذوي الاحتياجات الخاصه في السباحه، بحكم ان انا راجل سباح كبير جدا. الناس دي يا جماعه عايزه اهتمام، الناس دي فعلا تقدر تحقق للنادي كتير. انا عايز اشوف الناس دي، انا عايز اهتم بالناس دي. احنا بنشوف في الدورات البارالمبيه مصر بتحقق قد ايه، وبتحقق انجازات كبيره، بتحقق انجازات ما بيحققهاش على المستوى الاولمبي. هو مش بس عشان الانجازات الاولمبيه، لكن طبعًا عشان خاطر طبعا ده بتساهم في بناء شخصيته طبعًا وتحسين شخصيته بالظبط، وانه يمارس الرياضه بالظبط. بالظبط، هو ده اللي انا عايزه. ده بالنسبه للجانب الاجتماعي. ارجع لك تاني نستكمل. اكيد اكيد طبعًا. نستكمل، اروح للاستاذ علي. يعني عايز اغوص بقى جواك اكتر في تفاصيل. يعني مثلا انت اذا ربنا كرمك ان شاء الله، ايه اول حاجه بتفكر فيها؟ ايه اول حاجه عايز تعملها؟ ايه اول طرحه تطرحه على المجلس؟ ايه اول حاجه عايز تصر عليها؟ ايه اللجنه اللي انت عايز تبقى يعني تحط فيها افكارك؟ في نقطه عايزين نتكلم فيها، اللي هي حته تعظيم الموارد الماليه للنادي. ده امر ضروري جدا للنادي، لان النادي في احتياج لده وسهل تطبيقه. ليه؟ نادي الزمالك نادي كبير، نادي عريق، كل شركات الرعاه محتاجينه. احنا اللي بنخدم شركات الرعاه، مش شركات الرعاه هي اللي بتخدمنا. هو مصلحه متبادله. بالظبط، مصلحه متبادله، البيزنس وين تو وين. مظبوط. يعني لا 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 النادي يعني في الاخر النادي عايز يخدم الشركه والشركه عايز تخدم النادي. مظبوط، مصلحه متبادله. بالظبط. ثانيا، نادي 6 اكتوبر الناس دلوقتي يعني كلها كلمه رعاه دي يعني ممكن تعمل ايه بقى جاذب للرعاه مثلا؟ اولا اليافطات، اليافط بتاعت النادي كلها، مليوني بولز والحاجات دي. بالظبط، تيشيرتات اللعيبه تتسوق لكذا شركه اتصالات. ليه ما فيش شركات اتصالات تيجي في النادي زي بقيه الانديه؟ يبقى في شبكات واي فاي للاعضاء مجانيه. ده كله بيخدم النادي طبعا، بيخدم الفريق الاول. ثانيا، ان احنا ممكن نستخدم نادي 6 اكتوبر طبعا كل التركيز عليه وكل الجماهير بتطالب بيه. طب احنا ليه ما نفكرش بالعكس؟ طب ما ممكن النادي ده اصلا يجيب لنا يعني سورس اوف يعني من الفلوس كويس جدا. نستخدم التكنولوجيا الحديثه، نستخدم نتعاقد مع البنوك، نتعاقد مع شركات التقسيط، وفي شركات تقسيط كتير جدا. ان انا اعمل عضويه للنادي الزمالك. يعني الخدمه المصرفيه اللي ممكن تقدمها لاعضاء النادي، ان احنا تبقى مختلفه يعني، بيبقى مش موجوده بره. مظبوط، ان انا دلوقتي بدي النادي ده لشركه تسويق وشركه انشاءات، طالبهم في نفس الوقت بموعد معين للتسليم. وده هيبقى عن طريق ايه؟ ان انا بشجع كل جماهير الزمالك. طبعا جماهير الزمالك كلها نفسها تخش النادي. تعالى نعمل نادي جديد باشتراك جديد للناس الجداد، ويفضل الاعضاء القدام ليهم حق يخشوا برضه في النادي الجديد. ان احنا ممكن نقسط العضويه لمده كبيره وبفايده قليله. ليه ما نعملش كده؟ وشركات كتير هترحب بكده، والبنوك هترحب بكده. فتبقى برضه المصلحه متبادله، وده هيدخل دخل للنادي كبير. بتتكلم على فرع اكتوبر. على فرع اكتوبر. ونبدا بقى بالتبعيه بقيه الفروع في بقيه المناطق والمحافظات. تمام. فبالتالي ده هيدخل دخل للنادي كويس، هيفتح مجال لسكان اكتوبر، سكان المناطق القريبه من اكتوبر، ان هم يروحوا النادي. النادي الزمالك اللي في 100 عقبه الكثافه هتقل، اللي كله بيشتكي منها. فده هيكون في مصلحه النادي.